ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأوضح مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق، حيث تمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري حقق فائضا كليا. كما ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات على المدى القصير والطويل، بالإضافة لاستعراض الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع الصناعة وحزمة الحوافز المقررة للصناعات المستهدفة.